فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك أحد الدعاة قد لبس على كثير من العامة وبالأخص الشباب بأن الإعفاء الوارد في اللحية مخير فيه المسلم على أي درجة ما لم يصل حد الحلق، قد حصل بفتواه فتنة كبيرة وتأثر بها كثير من الشباب، وما زالت فتواه بصوته يتناقلها الكثير. يقول: ما الرد على هذه الفتوى؟ هذه فتوى فاسدة وهي صادرة عن هوى والعياذ بالله. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة كلها تحث على إعفاء اللحية: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى. كل هذه أحاديث صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما. وأما حديث الأخذ من اللحية من طولها وعرضها فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام لأهل العلم فلا يثبت ولا يستدل به في جانب الأحاديث الصحيحة. فعلى هذا أنه يبين، يتوب إلى الله ويبين الصحيح ولا يغر الناس بهذه الفتوى. نعم.